السيد اللواء عبد الحميد الهجاني حاضر القليبيه. وكمان مجلسي النواب والشورى. انا رفايده المدني اصغر مذيعه في مصر، عمري 13 سنه، مذيعه بالتلفزيون المصري بالقناه الثانيه المصريه، اول طليعه من طلائع وزاره الشباب والرياضه، محاور دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في الملتقى الاعلامي للنشر. اول طفله مذيعه على شاشه دي ام تي، تحاور مسؤولين كبار، حاورت معالي الدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، حاورت نجوم مشاهير الاعلام من عمر 10 سنين، حاورت استاذه ايناس جوهر، دكتور محمد سعيد محفوظ، الاعلامي جمال عنايه، النجمه صفاء ابو سعود، الاعلامي الوزير المحافظ، كل الشكر والتقدير. انا استسمحكم بس عشان نشوف معالي يعني الوزراء. طبعا دكتور محمود سبروت وكيل وزاره عن محافظه القليوبيه، القيادات التنفيذيه، الساده الاعلاميين اللي احنا طبعا بنتشرف بيهم واقفين السكه كلها، اهلا وسهلا بيكم. شباب مصر محافظه القليوبيه ازيكم؟ تحيه وتقدير. شباب مصر وكيانات الشبابية، كل الكيانات الشبابية، كل التحية والتقدير، وكل المبادرات اللي موجودة الحقيقة، وانطلقت كل المبادرات بشبابها وداعمون، كل المبادرات اللي بتسعى وتعمل وتفعل دور الدولة بالنسبة للشباب في كل مجال وكل مكان. تحياتي وتقدير لشباب مصر، أهلا وسهلا بيكم. برضه اسمع التحية والتقدير للشباب المصري. هي في محافظة القليوبية احنا داعمين لكل المبادرات الشبابية، وداعمين لكل حراك موجود من الشباب، وداعمين لأفكاركم، وداعمين للمبادرات اللي انتم بتفكروا فيها وبتقوموا بيها. وده نهج الدولة المصرية، وده نهج القيادة السياسية، وده الحقيقه فكر يعني الجمهوريه الجديده للقياده السياسيه بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحيه والتقدير. الحقيقه الكيانات الشبابيه ليها دور كبير جدا للفترات السابقه والحاليه والمستقبليه، ان هي تكون دايما موجوده مع وطنها ومع بلدها. الحقيقه دايما لما بنتكلم في الفترات الحاليه بنتكلم على التحديات الكبيره اللي موجوده. طبعا احنا من هنا من محافظه القليوبيه قلوبنا مع فلسطين واهل غزه اللي بنديهم كل التحيه والتقدير. التحيه والتقدير لموقف القياده السياسيه الثابت تجاه هذه القضيه، وقواتنا المسلحه كل التحيه والتقدير لجيشنا الباسل، القوات المسلحه المصريه لموقفها الدائم لدولتنا الفتيه القويه. لكن دايما بنقول بشباب مصر وبشبابها موجودين خلف قيادتنا السياسيه وخلف قواتنا المسلحه، وايضا لشرطتنا وزاره الداخليه اللي بتمثل جانب كبير للامن والامان. حابب بنحييكم ودايما معاكم، سواء على المستوى التنفيذي كوزاره شباب ورياضه وموجوده النهارده، وايضا على المستوى التشريعي الساده النواب اللي موجودين ومعالي المحافظ. احنا معاكم، واي حوار للشباب دايما احنا جاهزين معاكم. كل الشكر والتقدير والسلام. الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على ارض القليوبيه، وجميع الحضور الكرام وطبعا السؤال بساله بالنيابه عني وعن شباب سنه الدلتا، هل من الممكن أن تؤدي كثرة الكيانات الشبابية إلى تنوع إيجابي أم تحدث اختلافات وتوترات؟ وشكرا لمعاليك، وبنرحب بمعاليك معالي الوزير العسل في بنها العسل.
وعندنا كيانات تخطت 5 مليون مشترك في احد الكيانات اللي موجوده في نشاطها. الوزاره طبعا احنا بنتكلم هنا على الممثله الاليوبيه لهذه الكيانات، لكن الوزاره بتطلق طريقه التفكير لكل كيان، واحنا مساندين مساعدين لكل الكيانات. هي مش احنا بس، الوزاره والساده النواب، وطبعا احنا في المحافظه الاليوبيه في اهتمام كبير من معالي الوزير اللي بشكره كل التحيه والتقدير لشباب مصر خلال محافظه الاليوبيه مع معالي وكيل الوزاره. لا يوجد اختلاف ويوجد نزاع ما بين المديريات للمسانده لهذه الكيانات وما بين الوزاره بقطاعاتها المختلفه، سواء القطاع الشبابي او القطاع الرياضي والساده وكلاء الوزاره. الوزاره كيان كبير جدا يتحمل المسانده او المساعده لكل الشباب المصري. احنا بنتكلم على 65% من الشباب المصري، هي من الشباب او تعداد السكان من الشباب. لا يوجد اي اختلاف ولا اتفاق مع الشباب، وهو الوطن هي مصر. كل الشكر والتقدير. ولا زلنا مستمرين معكم من الأليوبية ومؤتمر بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأليوبية، وكان لنا شرف اللقاء مع أصغر مذيعة في مصر. عرفينا بيكي بقى. أنا رفايدة المدني، أصغر مذيعة في مصر، 13 سنة، مذيعة بالتلفزيون المصري بالقناة الثانية. ما شاء الله عليك، أنا شفت الحوار النهاردة، أنا بتعلم منك، أنا لسه إعلامي صغير بعبو. عايز بقى أعرف من حضرتك النهاردة يعني انطباعك عن المؤتمر، أو رأيك إيه في الحوار والحوار اللي كان موجود. طبعًا الحوار كان حلو جدًا، وجود الوزير وسطنا ويسمعنا ويسمع أسئلتنا ويسمع كلامنا، دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا ودعم كبير جدًا لينا. هو مش وزير، هو أب لينا. ما شاء الله عليكم. وكان الشباب كمان، انت كنت بتدير الحوار النهارده وشفت، يعني قول لنا بقى اهم الحاجات او اهم الاسئله توجهت، او يعني حاجه عن الحوار، حاجه من الحوار كده. اهم الاسئله اللي توجهت كانت من الصم، وانهم عايزين يبقى ليهم دور، وعايزين يعرفوا ايه دورهم اللي ممكن يساعدوا بيه البلد. تمام، ما شاء الله عليك. طيب يعني برضو حضرتك كمذيعة جميلة ما شاء الله عليك، في المستقبل اللي يعني وزير الشباب والرياضة دايما بيدعم الشباب للسن الصغير كمان، عايزين كلمة توجيها لوزير الشباب والرياضة وللمحافظ. بشكر وزير الشباب والرياضة جدا. وزير الشباب والرياضة بيدعمنا من أول يوم كنا معاه في الوزارة، وسمح لي وأداني الفرصة إن أنا أحاوره، ودي حاجة كبيرة قوي قوي بالنسبة لي، وكانت حاجة كبيرة جدا في السي في بتاعي. وطبعا بشكر المحافظ معالي اللواء السيد عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية على دعمه لينا برضو. ما شاء الله عليك، يعني متشكرين جدا يا أنسة رفايدة، ربنا يوفقك يا رب دايما. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.